يقول أعمل في بنك، هل الراتب الذي أتقاضاه من البنك جائز أم حرام؟ البنك الذي يتعامل بالربا أو غير البنك، كل من يتعامل بالربا سواء من الأفراد أو من الشركات والمؤسسات أو البنوك، كل من يتعامل بالربا فلا تتوظف عنده ولا تشتغل عنده، لأنك إذا اشتغلت عنده وتوظفت عنده أعنته على أكل الربا. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، الشاهد والكاتب لم يأكل الربا لكن هم ملعونون لأنهم تعاونوا مع آكل الربا بالشهادة والكتابة. وهذا شأن الموظف، الموظف كاتب، الموظف في البنك أو في المؤسسة أو الشركة الربوية كاتب، تناوله اللعنة. نعم.